اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ نور يا كابتن. بارك ايه، كله تمام؟ هبدا بسرعه كده. الحمد لله. اذا كنت ستكتب عن مباراه الاهلي والمقاولين امبارح، هتكتب عنوان صحفي طبعا لحضرتك اساتذتنا يعني. فوز مهم وخروج من حاله عدم التوفيق. استاذ محمود، الاخبار هي زي ما يجي فوز مع فوز معنوي وتجاوز محنه الدوري الافريقي يعني. انت بتعتبرها محنه؟ بعتبرها محنه. اوكي. رغم الاداء الرائع اللي كان طبعا يعني انت عارف جمهور الاهلي هي عدم توفيق كمان بيعتبر يعني الناس كلها والحضور الجماهيري الكبير جدا بامانه والمسانده كان شيء مهم، لكن التوفيق طبعا دي حاجات دي يعني ربنا سبحانه وتعالى برضه بيكفك واكفك قبل كده. صحيح. وهيديك، فانت في دروس بتيجي كده يا كابتن بتخليك برضه تراجع جانب من حساباتك. ليه؟ البدايه بتدغ من البدايه كانت كويسه جدا في تنزانيا 2-2، ماتش القاهره التعادل كان الاداء برضه الاداء قل. في مباراه الذهاب كنت قريب جدا انك انت تعمل حاجه كويسه جدا، لكن ايه يعني عاوز اقول في ظل معلش بين قوسين في ظل الاخطاء التحكيميه الكتير اللي حصلت في الاربع ماتشات. ماشي. فالماتش العوده هنا كان عندك فرص، لكن التوفيق تخلى عنك بصوره او باخرى بضربه جزاء. لكن برضه بين قوسين واحده من افضل المباريات تحكيميا للنادي الاهلي هي للحكم السنغالي عيسى سيب. عيسى سيب بصراحه يعني. لا شك. فانت الناس الاهلاويه اللي هم الاهلاويه بعد التجارب دي بيبقى عندك ماتش في الدوري بيبقى مهم جدا انك انت تكسبه، ودي مباريات تكسب ولا تلعب يعني. بعد الاهم بيجي لك لقطه انك انت محتاج تكسب عشان ايه تحافظ على ايه على صح البطوله وتواجدك فيها. ولكن انت اذا كنت هذه المباراه، هنخش على هذه المباراه على طول يا استاذ جمال. هل بتاع النادي الاهلي، انا بشوف ان برضه كانت مباراه جيده، قد يكون هناك حاله بسيطه في البدايه. اي مباراه المقاولين؟ المقاولين بص يعني طبعًا. انا باخد من كلام استاذ محمود الحقيقه لما قال محنه، فانا قلت له لا يعني انا بشوف ان هي مش محنه بصراحه. ان انت اديت بشكل جيد ولكن التوفيق لم يكن. ما هو عشان كده يمكن انا حاولت بالنسبه لسان داونز حاولت اجسد برضه الحكايه شويه اكتر، بس يمكن الاستاذ محمود ايه ما حبش كل واحد وجهه نظر. لا لا عشان ممكن يكون حب يدي بعد اخر للعنوان طبعاً للمانشيت يعني. لكن هي اساسا لما تشوف النادي الاهلي على مدار الاربع مباريات اثنين قدام سيمبا واثنين قدام سان داونز، ظروف قد تختلف جزئيا لكن كلها برضو تحت عنوان واحد، ان انت يعني عندك فرص كتير بتضيع اهداف كتير. أي. اللي هو استمرار لحاله برضو انت بتعاني منها، محتاج تركز اكتر في موضوع اضاعه الفرص السهله. الفرص السهله دي لو جت خلاص بتفرق كتير. طبعا بتفرق كتير لان هي بتغير مجرى المباريات. يعني اخر حاجه ضربه الجزاء الضائعه مثلا، تخيل دي لو جت كان هيحصل ايه؟ ده علي معلول طبعا قدر الله وما شاء فعل، والكوره علمتنا ان فيها كل حاجه طبعاً. بس برضو فيها اثناء المباريات نفسها بتحصل احداث ممكن تغير مجرى المباراه. يعني 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 هقول اذا كان عدم التوفيق ملازمك في هذه البطوله فعلا، وايضا امام اتحاد العاصمه، على فكره انا مش بقول اي كلام، انا بقول من واقع الفرص الفرص التي لاحت للاعبي الاهلي على مدار الخمس مباريات دول. طبعا هي في النتيجه في الاخر غير اذا كان عدم التوفيق لازمك، فبرضه نرجع نقول ان التوفيق مهم جدا في كره القدم جدا، وهو الذي وقف بجانبك في بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا في اوقات معينه السنه اللي فاتت. يبقى اذا ايوه اذا مش هنقدر نستبعد عنصر التوفيق وعدم التوفيق. لا لا خالص. طبعا في حاجات كتير المفروض فنيا يبقى فيها تركيز. يعني يعني مساله ان انت لما يجي لك فرص وما تستفدش منها انت ما تضمنش المباراه هتمشي ازاي. صحيح. غالبا زي ما بيقولوا كده في الكوره لو ما سجلتش ها هيخش فيك او مش هتكسب. هتستقبل. هتستقبل. يبقى اذا ضروري جدا جدا
انه انا مش مهم شكل الهدف ازاي، انا احيانا الكره تخش جول. انا احيانا بشعر بحاجه ما اعرفش صح ولا لا، بحس ان لاعبتنا عايزين يجيبوا اهداف جميله جدا. ولا في حاجه اسمها اهداف مضمونه، يعني في فرص معينه، ثلاث نقط في الدوري. أيوة. حاجه اسمها الصعود لل، يبقى لازم الآخر. يبقى لازم اللعيبه تحط في اعتبارها برضو نقطه الحسم المبكر. يعني دايما احنا بنبقى سعداء بايه؟ الهدف اللي بيجي في الدقيقه 92. أيوة. ماشي، شيء جميل وبتبقى مفاجاه، بس ليه ما تجيبش قبله؟ ليه ما تجيبش في الدقيقه 2 و3 و10 صحيح، اللي هم في الاول خالص، لان ده اللي بيضمن لك النتيجه. والنتيجه هي اهم شيء في مثل هذه البطولات. عموما هي كلها برضو دروس بنتعلمها في كره القدم، وبرضو شيء جيد جدا في مباراه المقاولين رغم التغييرات اللي حصلت، وتسع تغييرات تقريبا، الا انه انت قدرت تكسب هذه المباراه. صحيح. ولا تدخل في نفق عدم التوفيق. انك تكسب، يعني برضو من ضمن الامور الهدف الثاني للاهلي في المقاولين لو ما كانش جه، لا لو ما كانش جه والمقاولين اتعادل، الموقف كان هيتأزم مليون في المية، يعني ممكن جدا. فاذا ده دليل على انه اي فرصة بتيجي هدف او بتضيع بتأثر على الاداء والشكل العام. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى في تحسن في هذه الامور في المرحلة القادمة.